أما الآن فإلى فقرة الصحة والتغذية بحال كل صباح ومع الدكتور محمد أحسين. غادي نحاول نفهمه كيف ما ذكرنا الصيام بوجبة واحدة والتدبير ديال السوائل خلال فترة الليل. سيد محمد أحسين صباح الخير ومرحبا بك معنا على شذا فهم. أهلا وسهلا سيدي كريم. أهلا صباح الخير، كي غادي مع رمضان؟ مزيان الحمد لله. الحمد لله الله يوفق. انا على اي حال بوجبه واحده ماني مرتاح، من الفطور ما كليت حتى شي حاجه، دونك نحس بسهوله في الهضم، ما كاينش مشاكل في الجهاز الهضمي في الصباح، ما كاينش تقوليه، ما كاينش بزاف ديال الحوايج. فالصيام بوجبه واحده كيف ما قلتي هو ممكن وعنده فوائد صحيه مهمه. نذكروا الناس اللي كيسمعوا لنا والمستمعين اللي كيسمعونا ربما اليوم وما عارفينش هذا النظام، سي محمد حسين كتقترح علينا الصيام بوجبة واحدة فقط، أوماد وان ميل داي، اللي هي وجبة الإفطار مع الامتناع عن الأكل طيلة فترة الليل سواء في العشاء أو السحور، ما كان خصنا ناكلو حتى شي حاجة. شنو اللي بغينا نقولوا للناس اليوم أهم ثلاثة المميزات ديال هذا النظام الغذائي لو اعتمدناه خلال شهر رمضان؟ ألوغ لما كيكون الانسان كيفكر انه يدخل في هذه المنظومه ديال النظام الغذائي للوجبه الواحده، فاول حاجه كنعطيو راحه كبيره للانسولين. وقبل ما نتكلموا على الانسولين، اول مساله كنقوموا بها وهو اننا كنوجهوا الجسم ديالنا الى انه كاين هناك مخزون او مخازن للدهون في الدات ديالنا. كاين عندنا في المستوى الكبد، هذا المستوى المعده، المستوى ديال البطن، وعند المستوى ديال الاحشاء، والمستوى ديال الارداف، هادو هما المخازن الكبار اللي كاين عندنا في الدات ديالنا. فبمجرد ما كيصوم الانسان كيخلي الكور ديالو يمشي نحو هذه المخازن. ثاني فضل من الفضائل ديال هذا الصيام وهو انه يولي عنده الامكانيه ديال فتح هذه المخازن. والثالث فائده وهو انه كيبقى ياخذ المخزون، ياخذ من ذاك المخزون اللي كان في هذيك المخازن وكيتم التحليل ديالها لانتاج الطاقه، واحسن طاقه تنتج من هذا المخزون هي الطاقه التي تاتي عبر تحليل الدهون. ثم كاين المساله الثانيه وهي انتاج الفيتامين دي، والمساله الثالثه وهي انتاج كذلك الهرمونات اللي نحن في حاجه اليها. وباذن الله غيلقى بان الناس في هذه الوقيته هذه غيلقوا بان ديك الطاقه ديالهم بدات كترجع، الحيويه ديالهم كترجع، وهذا لا يعني شيء، بل انه يعني ان الجسم ديالو بدا كيحاول يسترجع اللياقه ديالو في انتاج الهرمونات اللي هو في حاجه اليها لقضاء كل ما هو الفيزيولوجي وكل ما هو ميكانيكي وكل ما هو كذلك هرموني. ممتاز. طيب خلينا نتكلم سي محمد حسين دابا على السوائل والمشروبات. كتقول انه خصنا ناخذ غير وجبه الافطار اللي فيها وجبه متكامله، ما ناكل والو في العشاء، في السحور، طيله الليل ما ناكلو حتى شي حاجه، من الفطور نحبسوا الاكل مده 24 ساعه حتى اليوم الموالي. والامور اللي مسموح بها هي المشروبات بحال الشاي والتيزان، هما اللي نقدروا ناخذوهم في الليل او حتى في السحور. لكن بغيت نرجع معك قبل الوجبه ديال الافطار، وجبه الافطار كيفاش خصنا ندبروا فيها السوائل والمشروبات سواء بارده ولا دافئه؟ شنو الانواع ديال المشروبات اللي ممكن خصنا ناخذوها وشنو الطريقه المثاليه باش ناخذوها؟ عندنا جوج ديال الوجبات، جوج ديال السوائل، جوج انواع السوائل اللي غادي نقدروا هذا نتوقفوا عندها في الايام ديال رمضان. كاين السوائل البارده وكاين السوائل الساخنه كما كيقولوا. الو فيما يخص السوائل البارده هي الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه لا تناقش، 30 مللتر في كل كيلو كاين فيها، كنحاول انني نحترمها وناخذها في اليوم ديالي. اول حاجه كنبدا نهرس الصيام ديالي بالتمر، وكناخذ الكافي من الماء، غالبا على الاقل كنبدا بواحد 4 لتر 250 مللتر ديال الماء. كاين في اللحظه ديال كسر الصيام، مع كنفرقوا بها الصيام ديالنا. ايوه. ثم بعد ذلك كنمشي كناخذ، كاين اللي كيقول لك الا شربتي الماء بزاف وانت صايم غادي تزوى. هذه القضيه هذه يعني الا شربت انا واحد 4 لتر ديال الماء يستحيل انني غادي نتزوى، بل بالعكس لما غادي ناخذها مع التمر وغادي ديك ثلاثه التمرات اللي خديت انا كنحفز
اللي كنحفز العمليه وتهيئ الجسم ديالي العمليه ديال الهضم والامتصاص وتوزيع العناصر المغذيه على كل مكونات الذات. اما اذا كان هناك مثلا شرب الانسان فوق هذا القدر هذا ممكن ماشي كيتزوى وانما حتى الماء وسيله من وسائل الشبع غير كيشربوا الانسان كيشبع. فهذا لما كتجيني ذاك الاحساس بالشبع كنقول راني الانسان تزوى وما قدرش ياكل. اما الاصل هو انه ناخذ الكميه الكافيه من الماء اللي غادي تمكن تفعل ليا العمليه كما قلت ديال الهضم وديال الامتصاص وتوزيع العناصر المغذيه على كل مكونات الذات. ممتاز. دونك اول حاجه ناخذها باش نفرقوا الصيام هي كميه مهمه ديال الماء مع التمر. اكزاكت. الوغ من بعد ما نصلي ممكن ناخذ ان جو دو فروي. هذاك لو جو دو فروي يكون 100% ناتوريل. لان الا اختينا عاوتاني هذا يعني مصنع ولا شي حاجه كتكون فيه نسبه السكر عاليه. فاش كتقول من بعد ما نصلي يعني كتكلم على الصلاه ديال المغرب؟ ديال المغرب دائما. دابا في اوماد في الاوماد يعني غناكلوا وجبه وحده. يعني شنو هي السوائل المفضله اللي ممكن انه الانسان ياخذها في هذا الاوماد؟ يعني الانسان ياخذ شويه ديال الماء مع شويه ديال التمر ويمشي يصلي واحد 10 دقائق يرجع ياخذ عصير ديال الفواكه. اكزاكت. الوغ ياخذ الفواكه. شنو الفواكه اللي ممكن ياخذها ولا ما خاصش ناخذوها في العصير ديال الفواكه في الفطور؟ هو الفواكه اللي ممكن اننا ناخذوها الان جميع الانواع ديال الفواكه اللي كاينه عندنا غير ما تكونش ترو سكري. لحقاش حنا دائما اونيفيت لو سكر. ولكن في الوقيته اللي غتبغي ناخذ هذه مفضل انني نشرب قبل منها الخل ديال التفاح. ماء ديال خل التفاح لان الخل التفاح حتى الا كان هناك النكتي ديال السكري مع داك العصير اللي غادي نشرب كاين ديك لابيكتين اللي كاينه في الخل ديال التفاح بحال كدير اون بارير اللي كتخلي السكر يدخل بشويه وكيدخل بواحد الصفه معقلنه ما كيكون ما يعطينيش داك لو بيك ديال السكر على المستوى ديال الدم ديالي. فهذه اون ريكومونداسيون اللي كنعطيو لكل الناس. يعني خل التفاح نشربوه قبل من العصير ماشي قبل من الماء. أيوة. والتمر. يعني الحاجه الاولى هي الماء والتمر من بعد واحد راحه ديال 10 دقائق اللي هي باش نصليو صلاه المغرب. من بعدها ناخذوا شحال كميه ملعقه كبيره ديال خل التفاح في كاس ديال الماء. ملعقه كبيره في كاس ديال الماء مهمه جدا وكنشربها. هنا كنحط داك واحد اون بيتيت دوز ديال البيكتين في الذات ديالي اللي كتلعب دور ديال اون بارير اللي ما كتخليش اي نوع ديال السكر يدخل الدوره الدمويه ولا الدخول كتخليه يكون دخول معقلات. كذلك عندي المشروب ديال لاسوب الصوبه. احنا كنعرفوا بان الصوبه عندها جوج ديال الادوار مغذيه ومميعه. كنقولوا بان نوريسونت اي هيدراتونت. الهيدراتونت لحقاش فيها الاملاح المعدنيه اللي كتساهم في انني كيبقى الجسم دائما حابس الماء والماء كيكون حابس كنولي خلال اليوم ديال الصيام ديالي كله يرى الاحتياجات ديال الماء ديالي باقا عندي والسوائل في الذات ديالي باقا باش الجسم يمكن له يقوم بالحركات الفيزيولوجيه والحركات الميكانيكيه والانتاج الهرموني بشكل طبيعي. سي محمد حسين هذا العصير بسرعه ربما بشكل عام واش تنصح به ولا ممكن نتفاداه؟ لانه كنسمعوا بانه العصير الفواكه من الافضل انها تكال صحيحه بالهيئه ديالها ماشي عصير لانه كيمشيو منها الالياف. شنو ممكن تقول لنا؟ الوغ هذه المساله ديال الالياف مهم جدا انك اشرتي لها. فهو الافضل دائما كنقولوا نبدا بالفاكهه. علاش الفاكهه؟ لان الفاكهه فيها لي بيكتين ولي غوم. هاد لي بيكتين ولي غوم كيتسموا لي فيبر سوليبل. وهاد لي فيبر سوليبل الدور ديالهم هو انهم كيتنفخوا وتيخليو العناصر المغذيه بحال كيديروا لها كوم اون ايبونج دوك العناصر المغذيه كيفيكسيوها فيهم كيبقاو شادينها وكيخليو كيتسنطوا للكور. في الوقيته اللي كيكون محتاج الصوديوم تيقول لك عطينا الصوديوم كيدخلوا ليه الصوديوم. دونك كتولي داك لا بينيتراسيون الادخال ديال العناصر المغذيه كتولي كونترولي الا كان عندك الفواكه قبليه اللي غنيه بهذا النوع ديال الالياف اللي كتسمى لي بيكتين وكذلك لي غوم. هادو علاش كنفضلوا اننا دائما نقولوا لعباد الله كل الفاكهه اولا. وسبحان الله حتى القران
فاش كيجي كيقول لك وفاكهة مما يشتهون ولحم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طيب مما يشتهون. فهاد سميتو الحكمة كتجلب أن الفاكهة غنية بلي بيكتيل، غنية بلي غوم اللي كيلعبوا دور ديال اون بارير اللي كيخلي العناصر المغذية كتدخل بالتي هي أحسن. فالعصير هو الأفضل أنه يتكال النيء الفواكه، ولكن العصير ديال الخضروات هي اللي خصها تاخذ ليكيد. علاش؟ لان في الخضروات كاينه اليات اخرى اللي كتمحل شويه الجهاز الهضمي في العمليه ديال الهضم وفي العمليه ديال الامتصاص، وكذلك ممكن تعطينا دي زيغيتاسيون على المستوى ديال الجهاز الهضمي، خاصه الناس اللي عندهم التهابات في الجهاز الهضمي. هنا شنو كنقول لهم؟ حاولوا تقللوا من سميتو من الخضروات، وحاولوا تاخذوا الفواكه وتشربوا العصير ديال الخضروات، لان الالياف راه موجودين في الفواكه والعصير والخضروات، ولا العصير الخضروات كيعطيني داك المنجم ديال جميع الاملاح المعدنيه، ديال الفيتامينات، ديال لي باس بيروك بيريميديك، ديال المضادات الاكسده اللي الجيش بحاجه اليوم. بالنسبه للحليب سي محمد احسين، ينصح به ولا لا؟ الحليب انا طبيعه الحال الناس اللي ما عندهمش الحساسيه للاكتوز والناس اللي ما عندهمش حساسيه للكازيين ممكن انهم ياخذوا الحليب، والحليب المفضل الان وخاصه في الايام ديال الصيام الحليب ديال الماعز، لما له من واحد التشابه التقارب مع الحليب ديال الانسان، والمكونات ديالو كتفاعل بواحد السرعه مع الجسم ديالنا. واضح. أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات سي محمد حسين، دكتور الخبير في التغذية، كنت معنا مباشرة على شاد اف ام. ممكن أنه هذه مشروبات ولا سوائل يمكن تناولها خلال وجبة الإفطار، أما ما بعد الإفطار من أجل عدم كسر الصيام كي يقول لنا سي محمد حسين، يجب اكتفاء فقط بالشاي والتيزان من الفطور حتى السحور من أجل الصيام بوجبة واحدة فقط من أجل الصيام صحي ومتوازن. مرحبا.